مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا، وكل سنة وانتم طيبين. معانا النهاردة دكتورة رانيا المارية، استشاري التنمية البشرية. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. والاقتصاد الاجتماعي. والاقتصاد الاجتماعي. ايه بقى الاقتصاد الاجتماعي؟ الاقتصاد الاجتماعي ده حدوتة كبيرة قوي، بس يعني اللي هو ايه، ازاي ان احنا نخلي المنهج الاقتصادي او فكرة، ازاي ان فكرة الندرة وان احنا نحافظ على الندرة بس في حياتنا الاجتماعية، ازاي نستعمل الفلوس بأحسن حاجة ممكنة، ازاي نخلي فيه نوع من الاقتصاد في العلاقات اللي ما بيننا، ازاي نعرف نعمل كل حاجة بطريقة ان احنا حاطين كل حاجة في مكانها الصح. فأي حاجة في الدنيا ممكن تخش تحت عنوان الاقتصاد الاجتماعي. يعني دخلت مدارس تقول لي نستعمل فيها الاقتصاد الاجتماعي، ازاي نجيب احسن حاجه باوفر شيء، ازاي نوضب حياتنا كلها، كل حاجه في والادخار ونعلم اولادنا كل حاجه في الحياه احنا نقدر نستعمل فيها منهج علمي. علشان انا دايما ينوه كده بتفق في البدايه مع اي حد، لو احنا عايزين نقعد مع بعض ونتكلم، احنا عندنا بدائل كتيرة وطرق كتيرة نستعملها علشان نوصل كلنا لهدف واحد، ان احنا نبقى اكثر سعادة ومرتاحين اكتر في حياتنا. ايه رأيك في الهدف اللطيف ده؟ جميل، وداي سنة جديدة. مين مش عايز يبقى مرتاح؟ طبعا. مين مش عايز يبقى سعيد؟ بس ازاي نوصل لده؟ نحققه بالظبط. هو ده اللي محتاج مهارات، محتاج معلومات، محتاج ان احنا نشوف طرق وبدائل مختلفة ان احنا نستعملها في حياتنا. صعب تحقيق السعادة ده، حاجة صعبة جدا. احنا داخلين على بداية سنة جديدة، حضرتك بقى كده تقول لنا ممكن نعمل ايه؟ كتير جدا في بدايات السنة نقول عايزين قرارات جديدة نحطها علشان نحط اهداف ونعمل خطط ونعمل عشان نوصل للاهداف بتاعتنا على اخر السنة الجاية. حاجات كتيرة بنحطها وبنقول أول السنة بيبقى قرارات صارمة، ونيجي على مثلا إيه أول أسبوع تاني أسبوع نبتدي ملتزمين، وبعدين على تالت أسبوع نبتدي إيه نريح كده وخلاص هنبتدي وننسى. هنبتدي صلاة، هنبتدي مثلا نصوم اثنين وخميس، هنبتدي كل القرارات. يعني قولي بقى اللي انت عايزاه. وحاجات صعبة جدا زي مثلا ايه، انا عايزة ابطل الشوكولاتة مثلا انا بيبسي. انا البيبسي عاشقة ليه. انا عايزة اخس مش عارفة كام كيلو، انا عايزة ابتدي اقرا كتب في الشهر، اقرا كتابين في الشهر. الحاجات اللي احنا بنقول عايزين ندخلها في حياتنا، عايزه العب رياضه، عايزه. وبعدين بعد شويه لو انت ابتديتي فعلا بيتلاشى الهدف شويه ده، لو نفذتي اصلا. احنا ممكن نبتدي نعمل القرارات دي اول السنه، السنه الجديده هتبقى سنه مختلفه تماما في حياتي، وابتدي اقول انا اتمنى. في فرق ما بين ان انا حطيت اهداف، في فرق ان انا عمال احلم. انا بحلم ان انا اغير حياتي للاحسن، انما عشان احقق الهدف ده، الفرق ما بين ان انا بتمنى او بحلم وبان انا حط هدف قابل للتحقيق، حاجة واحدة بس، ان نمرة واحد ان الهدف ده يكون واقعي، وان انا هبتدي انفذ الخطوات اللي انا هيوصلني للهدف ده. انما الامنية انا عايزة اخس 10 كيلو، كان في واحدة صاحبتنا بتقول كده من شوية. عايزة يكون واقعي وقابل للتنفيذ كمان. قابل للتنفيذ. وبعدين احنا بنقول ايه، انا هحط الهدف بتاعي، الهدف بتاعي لازم يبقى ذكي او سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني سبيسيفيك، يعني الاس دي كل حرف له مغزى. سبيسيفيك يعني محدد، انا عايزه اخس 10 كيلو خلاص. ميجربل يعني يقاس، انا هبتدي اقيس كل شهر انا عملت ايه، هل انا خسيت ولا انا واقفه على نفس الميزان ولا زدت ولا ايه اللي حصل. فابتدي بتابع نفسي. اتشيفبل يعني قابل للتحقيق، ان انا اخس ده حاجه ممكن تتحقق، قابل للتغيير كمان، يعني التبديل فيه. ريليفنت، هل انا فكره ان انا اخس وان انا اكل اكل هيلثي ده ريليفنت لحياتي والمبادئي يعني ايه المتاح ليا في اليوم. خلاص. وبعدين في الاخر التي اللي هو تايمينج، احط تايمينج للكلام ده. مش انا عايزه اخس واسيبها مفتوحه فعمري ما هبتدي ايه
اشتغل او احط بروسيجرز وانفذها. فواقعي يعني حاجه هتتنفذ، مش حلم انا قاعده بتمنى وانا قاعده في مكاني ما بعملش اي حاجه. قبل بدايه السنه بقد ايه اعرف اخد القرارات دي؟ يعني ابتدي احلم كده واحط الاحلام بتاعتي قبلها بقد ايه؟ يعني احلامي زي ما انت عايزه، بس تبتدي تحطي الخطه التنفيذيه بتاعتك. انا هخطط بقى ان انا انفذ ده. احلامي عارفه بقى يعني الحلم ملوش نهايه، الحلم حدوده السما زي ما بيقولوا. زي ما انت عايزه حطي اللي انت عايزاه، بس ابتدي نزلي الاحلام دي على ارض الواقع، وابتدي قولي انا هقسم الاحلام دي، هقسم الاحلام دي لتارجتس معينه، والتارجتس دي هتبقى صغيره. انا عايزه اخس 10 كيلو، تعالى ناخد المثل اللطيف ده لان كلنا عايزين نوصل للوزن المثالي. يا رب ويدعولي حتى كمان. وخاصه ان السنه دي احنا محتاجين نركز على الجانب الصحي بصفه عامه، ومش التشاؤمي كمان. ناس متطلعه من 2020 متشائمه تشاؤم فظيع، يعني عندها، تعالي نقول كلمه كده، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مش منظمه الصحه العالميه اللي بتقوله، مش مخاوفي اللي بتقوله هو اللي هيحصل، ولا اي حاجه. اللي مكتوب هنشوفه، بس احنا عندنا ان احنا نعمل اللي علينا. ايه هو اللي علينا؟ ان احنا ناخد بالنا من صحتنا كويس قوي، ان احنا نبقى حذرين في التواجد الخارجي، ما نبقاش معرضين يعني لاي حاجه فيها خطوره على صحتنا، ونبقى نعمل الحاجات اللي فيها افاده لصحتنا، اللي هو افعل ولا تفعل. ايه اللي هتفعله فيه افاده ليك، وايه اللي لازم لا تفعله علشان ده فيه خطوره عليك. الاثنين دول نبقى حاطينهم قدام عينينا، ونبتدي نحققه از تارجت للحاله الصحيه بتاعتنا للسنه الجديده. انا محتاجه ان انا اكل خضروات وفيها فيتامينز وفيجيتابلز، وابتدي اتعرض للشمس، وابتدي العب رياضه، كل الحاجات دي علشان صحتي. هتبقى هنا ايه، ضربنا عصفورين بحجر، جانب الصحه وجانب ان انا عايزه احافظ على رشاقتي، او ان انا اوصل للوزن المثالي. فعشان اعمل كده هعمل ايه؟ انا هبتدي اقسم التارجت بتاعي ال 10 كيلو على حاجات قابله للتحقيق وبسهوله. لو انا قلت هخس 2 كيلو في الشهر، ده رقم معقول، يعني نص كيلو في الاسبوع وبالراحه كده. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد بالي من اكلي، هبتدي اعمل ايه تارجت صغيره. انا همشي في اليوم ربع ساعه بالبدايه كده، وابتدي ازود حتى لو ما زودتيش الربع ساعه في الاسبوع. خلاص هتكون لك يعني ايه، افضل ماشي عليها احسن ما يبقاش فيه خالص، ما يبقاش فيه خالص. لان انت لما دايما ايه بتجري في الاول السبرنت، نفسك بيتقطع. انما لما تبتدي بالراحه تمشي بالراحه كده، وبعدين تجري سنه بسنه بسنه، بتقدري توصلي للمشوار بسهوله، وبتكملي لاخر لحظه وانت ايه في نفس، عندك الطاقه وعندك الانسوزيازم وعندك عندك حاجه الحافز اللي بيخليك ان انت توصلي للهدف بتاعك بطريقه انت مرتاحه فيها. انت مش منهكه، احنا مش عايزين ننهك نفسنا، ولا عايزين نخش بقوه قوي علشان نفقد الحماس ونقول ايه نفسنا بينقطع بسرعه. طب وكتبت والاهداف دي محتاجه كتابه؟ يعني انا شخصيه بحب اكتب كل حاجه، شخصيه كتابيه، قلم ورقه، يعني انا واحده بتاعت قلم ورقه. يعني كتبت الاهداف دي بتبقى ولا على حسب نوع الهدف؟ لا، هو طبعا الكتابه مهمه جدا، انت تبقي حاجه قدامك كده، وحتى لما انت بتكتبي وبتخرجي الحاجه بعقلك كفكره، وبتروحي مدونيها او كاتباها، انت هنا بتعملي توكيد للفكره اللي انت عايزه توصلي لها، او للهدف اللي انت، ومراجعه انا وصلت لها بالظبط. وبعد كده بتبتدي تراجعي او تعملي ايه، تو دو ليست. انا عشان اعمل ده عندي تو دو ليست، لازم اعمله تو دو ليست. ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان انت لو ما عندكيش تو دو ليست، انت برضو مش محدده حاجه، مش محدده عايزه تعملي ايه، اللي هو حاطه نفسك في الحلم او في الامنيه، من غير لما تترجميه على ارض واقع، او تترجميه على حاجه قابله للتنفيذ. لان زي ما قلت لك في البدايه، الفرق ما بين الامنيه والهدف ان هو هيتنفذ، هيتحقق، قابل للتنفيذ، صح، قابل للتنفيذ والتحقيق. هنفذه ازاي وانا ما عنديش ستيبس، انا ما عنديش خطوات هبتدي اعملها؟ واول يعني ايه الالف ميل بيبدا بخطوه واحده،
فلما هتبدأي الخطوة وعارفة الخطوة اللي بعدها شوية شوية الألف ميل بيخلصوا. والمهم قوي هنا ان انت ما تستعجليش نفسك وما تحطيش لنفسك تاسكس كتيرة، بالعكس سلولي بات شورلي، يعني كل ما انت حطيتي الخطوات بطريقة بسيطة وبطريقة مريحة ليكي، كل ما انت قدرتي ان انت تستمري. والاستمرارية هنا هي يعني اصل النجاح في اي حاجة. امتى احس ان انا عايزة حد مساعدة خارجية؟ لما تلاقي نفسك ان انت نمرة واحد مش عارفة انت عايزة ايه، نمرة اتنين ولو حتى عارفة انت عايزة ايه بس مش عارفة في النص كده ساعات مش عارفة الطريقة اللي انت توصلي لها ازاي، فانت لا بتستشيري حد، تعرفي حد اللي هو فكرة اللايف كوتش. اللايف كوتش مش لازم تروحي عند حد متخصص، اللايف كوتش ده انسان عنده خبرة، انسان عنده حكمة، ممكن تكون الام، ممكن يكون الاب، ممكن يكون صديق مر بنفس التجربة، اي حد انت واثقة فيه وشفتي فيه عملية النجاح. يعني ما ينفعش انا اروح استشير حد وانا شايفة ان هو مش ناجح في الموضوع ده، يعني حد خس قبل كده، اروح اقول له انت عملت كده ازاي، ايه الحاجات اللي كانت محفزاك ان انت تستمر، طب انت ما كانش عندك سيت باكس، يعني ما كانش في حاجات بتوقفك في النص، ايه الحاجات اللي بتوقفنا، زي ما قلت لك ان انت بتزهقي، ان انت حاطه تارجت انا عايزه ال 10 كيلو، او اصدقاء السوق مثلا، تعالي كل النهارده اعملي مش عارفه ايه، البيئه المحيطه لينا مش مشكله ابدا ان انت تعالي كل النهارده وبوظنا، ما احنا لو حاطين ستيبس والستيبس صغيره، انا عندي الستيبس دي بتتحول لميلز، الفطار والوجبه الغداء زي ما بنروح للدكتور وبيدينا الوجبه، فانا لو بوظت وجبه ما هياش مشكله، انا لو بوظت يوم ما هواش مشكله، ما انا عندي بقيه الاسبوع فانا التزم. ففكرة ان انا استمر على الالتزام هي دي اللي بيقولوا الزتونة، انما ايه اللي يخليني عندي حافز دايما، ايه اللي يخليني عايزة استمر، ان انا ابص لنفسي في النهاية، النهاية دي هتوصلني لايه، فاشوف التارجت هدف اللي انا حطاه هوصل لايه، وابتدي اسأل نفسي يا ترى لما اوصل العشرة كيلو الناقصة دي ده هيهمني في ايه، مش بس انا ببص انا ده هيهمني في ايه. حضرتك كنت كاتبه ان احنا لازم نستشعر السعاده من قبل ما نوصل لها. حقيقي ليه بقى احنا بنقول كده؟ لان انا لما بيبقى عندي المشاعر الايجابيه اللي هوصل لها بعد هذا الهدف، هو ده اصل الحافز الداخلي اللي بيخليني دايما عايزه اجري ورا الهدف ده. انا عارفه لما هخس هبقى الحاجات اللي نفسي البسها هلبسها، فده هيخليني هشعر بايه؟ يا سلام، ده انا يعني هبقى الشيب اللي نفسي اوصله. انا لما هخس هبقى وزني خفيف وهبقى حركتي اسهل، فهعرف اروح واجي بسهوله، فده هيخليني اشعر بايه؟ اكيد ده هيخليني اشعر بمزيد من الراحه، مزيد. فاكرين احنا متفقين على ايه؟ احنا عايزين نرتاح وعايزين نبقى سعداء. يا ترى الحاجات اللي انا عايزه اوصل لها دي هتوصلني للمشاعر بتاعه الراحه ومشاعر السعاده طول ما انا فاكره. بس هو في حاجات كتيره يا دكتور بتبقى على يعني مش بايدي انا، يعني مثلا التخسيس ده بيبقى قرار بتاعي انا، فأنا تمام في مجال الشغل مثلا، يعني في حاجات كتيره عوامل تانية بتبقى من برايا كده مش بتاعتي. حقيقي صح، فانا انت يعني مش عايشه لوحدك في الحياه صح، بس انت شخصيه مسؤوله، نمره واحد مسؤوله عن نفسك خلاص، وده اول اللي احنا بنقول العقبات او السيت باكس اللي بتواجهنا. ان احنا انت قلتي ايه اللي هو ايه النفس الاماره بالسوء، لما هروح واكل حاجه غلط هعمل ايه؟ طب ما انا هرجع تاني، انا اقدر اتحكم في نفسي واحط نفسي على التراك السليم، علشان انا عايزه اعمل ايه؟ علشان عايزه اوصل للهدف اللي يخليني ابقى سعيده ومرتاحه. طول ما انا عماله افكر نفسي بالنهاية وده هيخليني حاسه لو بإيه؟ عندك مدير مش كويس، لو عندك حد حاجه ده اللي انت ده نمره واحد. اول سيت باك انت نفسك، فانت بتتحكمي فيها. تاني سيت باك، انت مش عايشه وحدك في الحياه، انت بينك وبين الناس اللي حواليكي كلهم علاقات متبادله، فليكي دور هنا وليكي مسؤوليه على ان انت تأثري على الآخر وتقنعيه إن هو يعمل لك الأشياء المناسبة ليكي. لو هو بيعمل أشياء غير مناسبة ليكي أو غير مرغوبة ليكي، ليكي دور إن أنت تؤثري عليه
وتقنعيه ان يعمل لك الاشياء دي. هنا ده دورك، بس انت مش دورك تتحكمي في الاخرين، انت دورك تتفنني في ان انت تقنعيهم وتتعاملي معاهم بطريقه تولد كوميونيكيشن او بس دي عايزه خبره فظيعه يعني، مش كل هي عايزه سكيلز. طبعا هي سكيلز، مهارات بنتعلمها مع الكوميونيكيشن سكيلز او المهارات التواصل كلها حاجات قابله للتعلم، واحنا يعني ده دورنا احنا ان احنا نطلع ونبتدي تو سبريد او ننشر الفكر الجميل ده والطرق الجميله دي، علشان هتسهل لنا حياتنا، علشان هتخلينا اكثر راحه واكثر سعاده واكثر وصولا لاهدافنا. فانت عندك تاني جزئيه، الحاجات اللي انت ممكن تؤثري بيها على الاخر. الجزئيه الثالثه، الحاجات اللي انت مالكيش لا يد فيها تحكم فيها على نفسك، ولا في حد له يد فيها خارجي اصلا، حاجات قدريه. يعني ممكن تحاولي تاثري وما بيتاثرش، يعني زي الزوج مثلا، علاقتك بالزوج يعني بجوزك ده على فكره ده جول مهم جدا من الجولز اللي احنا هنبتدي نقول احنا عايزين نعملها. العلاقات، ازاي احسن علاقتي السنه القادمه مع كل حد علاقتي فيها بيني وبينه توتر. ده حاجه مهمه جدا، لان تخيلي انت ناجحه في حياتك العمليه وناجحه في حياتك الماديه وصحتك زي الفل وكل حاجه، بس عندك حد انت مهم في حياتك علاقتك بيها او بيه في توتر، هتبقي عامله ازاي؟ اكيد في شيء مستشعره السعاده طبعا، بالظبط كده، في شيء هينغص عليكي حياتك او هيخليكي مش مرتاحه ومش واصله للحاله اللي فيها الراحه والسعاده. فتحسين العلاقات دي من اهم الاهداف اللي بنبتدي نحطها، نبتدي نشوف علاقتنا مع الاخرين اللي حوالينا، الدايره القريبه الاول عامله ازاي ومحتاجين نعمل ايه. وبعد كده نشوف نوسع الدايره، يعني الاصدقاء، الجيران اللي في الكوميونتي اللي معانا في الشغل، نبتدي نشوف ازاي نحسن العلاقات دي. وكل دي مهارات احنا بنتعلمها، بس طبعا احنا مش ممكن هنقول كل حاجه مره واحده طبعا، ما انا عارفه، انا بس بفتح مع حضرتك الموضوع. احنا بنحط ايه زي ايه يعني اوت لاينز كده، ازاي نبتدي نبص للسنه الجديده بطريقه هتفيدنا اكتر او تخلينا نتحسن او نخلي حياتنا بطريقه متحسنه وافضل، وتخلينا اسعد وتخلينا في مزيد من الراحه. كتير قوي بنقول احنا عايزين حاجات ماديه السنه الجايه، انا عايز اخد اغير عربيه او اخد يعني ايه السنه دي اعمل حاجه علميه لنفسي، ماجستير، مش عارفه اعمل الدكتوراه بتاع، انما حاجه ماديه فلوس او اشتري عربيه او اغير البيت او اغير ديكور البيت وات ايفر. بس هل حد فينا بيجي يقول انا السنه دي هنوي انها تكون سنه اسعد من السنه اللي قبلها؟ هل السنه دي هخلي حياتي فيها مزيد من البيس او السلام الداخلي؟ الحاجات الايه هو بقى لما جيت احضر الحلقه مع حضرتك، ناس كتير قالوا لي اساليها ايه مقياس السعاده اصلا، يعني ازاي انا احدد السعاده بتاعتي؟ السؤال ده جميل جدا جدا جدا. في فرق كبير قوي ما بين حاله الفرحه وحاله السعاده. خلاص، في فرق ما بين ان انا بيجي لي حاجات بتحزني في الحياه وان انا ارجع تاني ابقى سعيد. تعالي نتخيل الثري بوينتس اللي انا شاورت عليهم دول كانهم ثلاث نقاط في أستك. خلاص، ادي الفرحه، وادي الحاجات المحزنه، حاجات مفرحه حاجات محزنه، وفي النص هي السعاده. حاجات بتقابلنا بتفرحنا زي ايه؟ خسيت العشرة كيلو. خلاص، انا اتفضحت النهارده. لا ليه، ده تارجت لطيف جدا، احنا بنشارك التارجت بتاعك على الهواء على فكره، دي ولا يهمك. من الاشياء اللي بتخلي التارجت عندنا محفزين، احنا محفزين ان احنا نحققه اكتر، ان احنا نتشاركه مع الاخرين. لما بنقوله بنحس ان احنا ايه ده، ده الموضوع سهل قوي وقلناه وقابل للتحقيق. بس تعالى نرجع تاني نفرق ما بين السعاده والفرحه والحزن. حاجه بتفرحني، خسيت العشرة كيلو، قعدت فرحانه بعد ما اي اتشيفد التارجت ده مثلا اسبوع، 10 ايام، شهر، فرحانين يعني مشدودين لناحيه الفرحه. الشده دي مش هي السعاده.
لان بعد شويه خلاص انت اخدتي على جسمك حققتي الهدف خلاص حققتي، فبقى بالنسبه لك حاجه عاديه، انت اتعودتي على ان انت بقيتي في الشيب ده، فما بقتش حاجه مفرحه، بقت العاده بتاعتك ان انت اتعودتي عليها فبقتش مفرحه. فهنا الفرحه دي مش هي السعاده. حاجه قابلتك بعد ما خسيتي باسبوع مثلا، واحده صاحبتك قالت لك كلمه ضايقتك، هتتضايقي شويه منها، وازاي واحنا بقالنا قد ايه، هتروحي ناحيه الحزن. الحاجه اللي حزنتك دي ملهاش دعوه بالسعاده، هتتشدي شويه وهترجعي. حاله السعاده هي الاستمرار على الايه، ان الاستك او الحبل لا هو مشدود يمين ولا هو مشدود شمال، في حاله ارتخاء، في حاله هدوء، في حاله سلام. وهو ده اللي احنا بنسعى له، ان احنا نبقى دايما في حاله من المرونه والحياديه، الحياه العاديه اللي الناس مش حاسه بقيمتها، اللي هي الحاجه العاديه خالص، احنا بنصحى وننام لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. مش عشان احنا في حاجه بتحزننا يبقى احنا حياتنا تعيسه. عادي ان احنا نقابل حاجات محزنه في الحياه، ولكن مش عادي ان احنا ماشيين في الحياه واحنا شايلينها معانا. هي حصلت وانتهت هنا. احنا انسان لحم وبشر ومعنويات ونفسيه، هنزعل وبعد كده هنرجع تاني في حاله من الارتخاء والهدوء والتقبل ان هو حصل، ونصلحه ازاي. طب الحل ايه؟ طب هي قالت الكلمه دي ليه؟ طب اصلح العلاقه اللي ما بيني وما بينها ازاي؟ وبنرجع تاني للتراك بتاعنا اللي فيه حياديه وفيه سلام داخلي. حاجه فرحتني قوي، فرحت بيها، طبيعي ان انا افرح، بس مش هفضل في حاله الخيلاء وال ايه اللي ربنا ما بيحبش، لا ما بيحبش كل مختال فخور. بالظبط، هي حاله الطبيعيه تاني، انبسط للهدف ده واللي بعده انا راح اكمل على هدف تاني اوصله. وصلت كده، طب انا عايزه صحتي تبقى احسن، طب انا هلعب رياضه، استمر بقى، احط البلانز بتاعتي، الخطه بتاعتي، انا همشي 10 دقايق ربع ساعه كل يوم والتزم بيها، سهله. حتى لو انا في البيت حطيت اي ورك اوت على اللابتوب او على الموبايل او على اي حاجه من التكنولوجي الرهيبه اللي احنا فيها دي، هقعد 10 دقايق مش هياثر على يومي. طب نصيحه بقى من حضرتك كده في اخر 30 ثانيه زي ما بيقولوا، ابداوا السنه الجديده بكلمه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ابدأوا اهتموا بالأولويات، اعرفوا ايه أولوياتكم. أولوياتنا دي نعرفها ازاي؟ ان احنا نبتدي نقول ايه أكتر حاجة أنا عايزة أحققها في السنة دي، أكتر حاجة نمرة واحد، ايه بعدها أكتر حاجة نمرة اتنين، نمرة تلاتة. حطوا تلاتة من الأولويات قدامكم وابتدوا حطوا خطة، جزقوها كده الهدف الكبير ده لأهداف صغيرة هوصل لها ازاي. زي ما عملنا في العشرة كيلو، هنزل 2 كيلو كل شهر، طب عشان اعمل كده واوصل لكده اعمل ايه؟ ما هو مش حلم، انا لازم انزل لارض الواقع وابتدي انفذه. انا فين النهارده؟ انا هروح لفين بكره؟ الطريق ده محتاج خريطه، محتاج ستيبس وخطوات. وبالتالي هو الحقيقه كلام مع حضرتك، يعني انا اسفه ان انا بقاطعك، بس هو يعني وقت البرنامج وكلام بحضرتك لا يمكن هيخلص، لازم لينا لقاءات تانية كتير مع بعض. متشكره جدا تشريفك لينا. Thank you so much. على راسي يعني. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. فاصل ونعود ان شاء الله.